خش على الزمالك. الزمالك خش يعني نجيب على الزمالك يلا بينا. طيب الزمالك حقيقة نواقصه قليله، فريرا عاد عمل تجربه كويسه جدا. خلينا نتكلم اللاعبين الزائدين عن حاجه الفريق، بافتراض ان مروان حمدي راجع فبالتالي عمر السعيد ملوش مكان، اوباما لم يقدم اي شيء الحقيقه، وخلاص الشكل العام للزمالك بقى في غير وجود اوباما، وايمن حفني كمان في نهايه مسيرته، فالثلاثه مش هيكون ليهم مكان في نادي الزمالك. الاعاره هم اللاعبين الواعدين اللي محتاجين فرصه بره علشان يثبتوا نفسهم يقدروا يرجعوا. يوسف اسامه نبيه لاعب بوتنشال جدا ولكن مركزه مليان، وجي في لعيب افارقه لعيب اجانب، محمد طارق كمان اللي هو الراجل بيلعب مساك وبيلعب باك رايت، احمد عيد الباك رايت، وحسام اشرف المهاجم اللي لعب امبارح. طيب بالنسبه للتشكيل، ناقص الزمالك بقى، الزمالك هيحتاج حارس احتياطي لمحمد عواد لان محمد نديم لسه صغير على انه برضه يشكل منافسه مع عواد. في الخط الخلفي مفيش اي حد، المسلوسي حازم امام زي ما هم، في بعد انضمام احمد ايمن منصور فبقى في خمس قلوب دفاع، حسام عبد المجيد، عبد الغني، محمود علاء، الونش، واحمد ايمن، فخلاص الباك ليفت كده كده متامن بثلاثه، عبد الشافي، عبد الله جمعه، احمد فتوح، مفيش مشكله. كمان في النص الاهلي الزمالك جاب زكريا الوردي، زكريا الوردي انضم بقى لرؤى، وحمدي علاء اللي راجع من اعاره بعد موسم كبير الحقيقه مع سموحه، وماجد هاني الولد ماجد هاني لعب مع الناشئين كمان فرصه كويسه، وفريرا كمان طلعه، وفي امام عاشور وسيف فاروق جعفر واسلام جابر اصلا موجود، فالمركز الحقيقه مقفول في الزمالك. كان تدعيم زكريا الوردي بس هو اللي يمثل اضافه نوعيه سكواد الزمالك محتاجها، والحقيقه هو قدمها خلاص. فالجناح الشمال اللي هو الصداع بقى من وقت ما شاهين اشرف بن شرقي، ففي ابراهيم انداي الزمالك اوريدي جابه، وفي كمان نيمار يقدر يلعب في الحته دي، ده مركزه يعني. هو اوريدي ده مركزه اساسي اللي كان اتغير في 3 4 3، بس ما زال الزمالك محتاج لاعب يمثل. الزمالك فقد مين في الاجنحه؟ فقد بن شرقي، فقد اوناجم، فقد رزاق سيسي، ثلاث اسامي الحقيقه، والثلاثه اجانب ومحترفين، فالزمالك محتاج اسم كمان جناح مصري، محتاج جناح مصري ينافس ابراهيم انداي على المركز ده. برضه نفس الاسامي اللي قلتها، الاسامي اللي يعني الزمالك قريب يعني اسم الطرح كتير في الزمالك، رمضان صبحي، احمد رفعت كمان لعب في الزمالك قبل كده فتره وبرضه اسمه مطروح، وكمان احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد، من الاسامي اللي تم تداولها برضه انها ممكن تكون موجوده مع الزمالك. الناحيه الثانيه اليمين طبعا زيزو المركز مقفول، شيكابالا في الاحتياطي، بس اوناجم برضه كان بيلعب في المكان ده ما بقاش موجود، ويوسف اسامه نبيه خرجناه اعاره، فالزمالك برضه ممكن يكون محتاج جناح مصري. وطبعا لو في كلام اللي بيتقال ان زيزو خارج لازم يجي جناح، فبالتالي لازم جناح قوي ويكون اجنبي، زيزو يعني لا يعوض غير باجنبي. اتكلمنا كده بغض النظر عن الاجانب، الزمالك محتاج اثنين لعيبه مصريين، محتاج اثنين اجنحه احتياطيين بحاله بشرط وجود زيزو، وطبعا ابراهيم انضاي ناحيه ثانيه، اثنين احتياطيين اجنحه وحارس احتياطي حارس. يعني الزمالك بالمناسبه لو موسم بدا دلوقتي مع ان الزمالك كان متوقف قيده، يعني بص الزمالك الزمالك يقدر دلوقتي يبدا الموسم الجديد بالاجانب اضافه زكريا الوردي وانضاي. في الهجوم سيف الجزيري زي ما هو، ومروان حمدي راجع راجل هداف دوري بعد كده. لا خلاص يعني انت في النهايه خرجت عمر السعيد وخرجت حسام اشرف اعاره، يقدر بمنتهى السهوله فريرا يطلع ولد صغير يلعبه ما عندوش اي مشاكل، يعني يقدر يعمل القصه دي. بريمان ده يلعب في المركز ده، شيكابالا لعب ماتشين ثلاثه في المركز، يعني هو الحقيقه الراجل بيجيد اداره قائمه فريقه، هو كان بيفضل القائمه اللي يكون عددها صغير.